السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، أهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد من دروس مادة التربية على المواطنة. إذا كما العادة وكبداية لدينا 3 صور، من خلالها حددوا عنوان هذا الدرس. من خلال هذه الصور الثلاثة، الصورة الأولى والصورة الثانية والصورة الثالثة، صور واضحة، حددوا أو استنتجوا من هذه الصور عنوان هذا الدرس. إذا لا شك أنكم استنتجتم عنوان الدرس، فالصور جد معبرة ويسهل استنتاج عنوان هذا الدرس منها. إذا الجواب هو الصور هي لمجموعة من الجرائد والصحف كما رأيتم، وبالتالي عنوان الدرس هو الصحافة. سوف نتعرف في هذا الدرس على الصحافة. إذن سوف نقوم في هذا الدرس من دروس التربية على المواطنة بالتعرف على مفهوم الصحافة. إذن في النشاط الأول سوف نعطي مفهوما أو تعريفا لمفهوم الصحافة، ماذا نقصد بالصحافة، ثم أنواع الصحافة، ثم أخلاقيات مهنة الصحافة، يعني لديها مجموعة من الأخلاقيات التي تحددها القوانين لكي لا تصبح طغيانا واعتداء على الآخر. ثم سوف نتعرف على أنواع الصحف، ثم سوف نتعرف كذلك على كيفية قراءة جريدة ولكن قراءة تحليلية، ثم سوف نتعرف على كيفية متابعة برنامج إعلامي في أحد القنوات الوطنية أو غير الوطنية، يعني دولية، ولكن متابعته بطريقة نقدية، يعني ننتقد هذا البرنامج باتباع مجموعة من الخطوات. إذن سوف تكملون على الدرس، فهو مبسط وسهل جدا كما العادة. أكمل الفيديو وتتبع خطوات الدرس من مقدمة إلى النشاط الأول والثاني إلى الخاتمة. وفقكم الله والسلام عليكم، وأوقف الفيديو لقراءة النشاط الأول والثاني حتى الخاتمة.